الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية أن تخصيصات هذا القطاع في موازنة عام 2023 تبلغ 1% فقط. وقال نائب رئيس اللجنة حسن مردان إنه من غير المقبول أن تكون حصة القطاع الزراعي لتأمين الأمن الغذائي للمواطن هي 1% فقط بالنسبة لوزارتي الزراعة والموارد المائية. وأضاف مردان أن الدولة ترغب بتطبيق طرق الري الحديثة وتبطين الأنهر، وهذا لا يمكن أن يتحقق بتخصيص هذه النسبة الضئيلة من المبالغ في الموازنة، خصوصا أن العراق يمر بشح مائي وقد لا يستطيع تأمين مياه الشرب خلال العام المقبل. كشف خبراء في النفط أحد أبرز الأسباب الرئيسة التي تؤخر استئناف تصدير نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي وسط توقعات باستمرار توقف تصدير النفط لفترة طويلة. وقال الخبراء إن من أهم أسباب عدم استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي هو أن أنبوب النفط الذي يصدر من خلاله النفط إلى تركيا عائد لشركة كار. وأضافوا أن شركة سومو ترفض رفضا قاطعا أن تكون الأنابيب النفطية خاضعة لشركات أهلية وتريدها أنابيب مملوكة للحكومة فقط. ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية مدعومة بتراجع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي التالية فيما يخص سعر الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 1996 دولارا للأونصة، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% مسجلة 2005 دولارات للأونصة. وأظهر تقرير لبنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس انكماش قطاع الصناعات التحويلية في تكساس في شهر نيسان، وهو ما سلط الضوء على الآثار الاقتصادية للدورة لتشديد النقدي التي ينفذها المركزي الأمريكي. ارتفعت أسعار النفط مع توقع المستثمرين الطلب على الوقود في الصين مقابل احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وارتفع خام برنت سنتا واحدا ليصل إلى 82 دولارا و74 سنتا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات ليصل إلى 78 دولارا و79 سنتا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1% وسط تفاؤل بأن السفر في عطلة في الصين سيزيد الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عندما يجتمعون في الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل. كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بلغ نحو 2.2 تريليون دولار خلال العام الماضي 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 3.7% مقارنة بعام 2021. وألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على هذه الأرقام، إذ شهدت أوروبا أعلى زيادة في غضون 30 عاما بالنظر إلى المخاوف من أن تمثل روسيا تهديدا أكبر لدول أخرى أيضا حسب وكالة الأنباء الألمانية. هذا ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الإنفاق بشكل واضح، يليها الصين ثم روسيا التي قفزت من المركز الخامس إلى الثالث بسبب الحرب في أوكرانيا. وقبل الختام جولة في أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.